بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا حل أسئلة على المايكرو إلكترونيكس ديفايسز كتاب بروفيسور أيمن، وصلنا إلى شابتر الترانزستور. طبعا يقول لي جهد العتب الخاص بكل ترانزستور، هنا الفي تي إن هنا هو 4 بالعشرة. حدد منطقة الشغل في كل ترانزستور، منطقة الشغل التي هي الإشباع، أو المنطقة التي لا يحصل فيها إشباع، أو منطقة الكتوف أو منطقة القطع. هنا يقول لي 2.2 بالعشرة، لاحظ هنا موجب وهنا موجب. هنا عندي عند الترانزستور هنا عندي 4 بالعشرة، فأقول مباشرة هنا 2.2 بالعشرة ناقص 4 بالعشرة. الـ VGS هنا مع الـ VTN، الـ VTN هنا إذن هم 2.2 بالعشرة ناقص 4 بالعشرة يعطيني 1.8 بالعشرة. بما أنه نحن هنا عندنا الـ VDS الساتوريشن هنا عند الإشباع كما هو موجود 2.2 فولت من الموجب طبعا، إذن الـ VDS أكبر من الـ VDS الساتوريشن، لأن الساتوريشن عندنا 1.8. إذا الـ VDS في الـ VDS saturation أكبر، إذا هو يعمل ضمن منطقة الإشباع. الـ VD saturation إذا هو يعمل في منطقة الإشباع الموجودة على الكيرف بهذا الشكل تكون. نأتي إلى هنا، الآن هي بهذه الصورة الموضوع هنا، ونفرط الجهد هنا 1 ناقص VTN 4 بالعشرة. كم وضعنا؟ 1 ناقص 4 بالعشرة 6 بالعشرة فولت. إذا الـ VDS saturation هو 6 بالعشرة فولت، إذا هو منطقة الإشباع 6 بالعشرة. نأخذ هنا -6 ناقص 1، لازم في تعودنا هنا، يعطيك 4 بالعشرة فولت. الـ VDS أصغر من الـ VDS saturation، إذا هو يعمل في النان saturation region، يعمل في النان saturation region في هذه الرسمة. هنا أيضا عندنا هنا الترانزستور نقول 1 ناقص 1 يعطيني 0. إذا هو يعمل في منطقة الكت أوف أو منطقة القطع هنا 0. إذا أحبتي كان هذا الفيديو بداية لحل أسئلة عن ترانزستور. لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.